في الذكرى ال 12 لثورة يناير 25 يناير طلعت هاشتاجات كتير جدا، هاشتاجات بتحيي الذكرى دي، وكل واحد بقى استدعى من الذاكرة معاني. بس خلوني أقول لكم، أنا استدعيت من الذاكرة الصورة دي، دي صورتي في ذكرى 25 يناير من 12 سنة. كنت أنا اطلع علي، الله يخليك اطلع علي، دي في ميدان طلعت حرب. أنا طبعا خبيت الزميل اللي كان معايا في المشوار ده، دي يوم تنحي مبارك بالضبط الصورة دي. طبعا في صور تانية كتير بس مع ناس، فمش صعب أجيبها يعني، إنما دي أنا استدعيت دي، أو يعني نفتكر دي. إنما نبدأ بمين غيري بقى؟ شيلني يا عم. نبدأ بمين؟ نبدأ باللي فكر الناس بالانفلات الأمني لما انسحبت الشرطة يا علي، واتفتحت السجون يا علي على المصريين في أندى الجريمة ارتكبها جهاز أمني في تاريخ مصر الحديث. نبدأ باللي راكب الموجة، ركب الموجة في يناير وكان بيطلع على إنه خبير، وكان طالع على إنه يناير بتاع يناير. نبدأ بنشأة الدين. بفكر ناس بفترة الفوضى وفترة اللجان الشعبية، بفكر ناس بالخطة اللي كانت موضوعة لتدمير زراع الأمن اللي هي الشرطة، بفكر الناس بإعادة بناء المؤسسة الشرطية، بفكر ناس بإعادة البناء الحقيقي بالكوادر والتدريبات والتجهيزات. والمصحف كان له كلام تاني عن يناير غير كده خالص أيام يناير، والفيديوهات موجودة بس هو لا يستحق. بفكر الناس بعمر أديب اللي طلع قال دي كانت أيام سودة الله لا يعيدها. نسمع كده عمرو أديب. سؤالا مباشرا من الأسئلة السهلة في مصر، هل تشعر بالأمن والأمان في الشارع المصري؟ نعم. يعني ما عندكش إجابات تانية أو تفكير؟ جايز يبقى عندك ملاحظات، والله شارع كذا كان فيه من كم يوم يعني زي أي مكان في العالم، إنما إحساس الأمن والأمان هذا الإحساس أصبح موجودا في وقت أنت ما كنتش تقدر تنزل، أو مش أنت، كلنا ما كنتش تقدر تنزل من البيت. اي 3 4 واقفين على الناصيه كانوا كان انت بقالك مده ما سمعتش كلمه يثبتوك دي، فاكرين يثبتوك؟ كانوا يثبتوك. كانت ايام سودة داهيه لا ترجعها ايا كان السبب وايا كان النتائج. النهارده احنا بنهني اخواننا في الشرطه المصريه، ويجب ان نقول ايام سودة يا عمرو داهيه لترجعها. والله يا عمرو انا عايز اعرف ايامك السودة شكلها ايه. انا ما رضيتش اجيب فيديوهات للاخ نشر الديه في يناير، اوكي، لكن انت تستحق بقى. ليه؟ لان انت افورت على نشأة دي. ايام سودة الله اللي يرجعها. يا عمرو وانت بتغير جلدك، مش انت يا عمرو، ما عرفتكش انا وانت طالع بالدموع وتعيط على مبارك، او يعني تعيط لان مبارك كان يحبسك، وقلت امي قالت لي طب انا هخليك تتفرج على ايام اللي انت سميتها سودة. ده عمرو اديب في 2011. اتفضل. دول في البيت اللي كان بيفتح بقه كانوا بيزلوا امه. أنا أمي قالت لي يا عمرو أنا نفسي أشوفك على التلفزيون، أنا عايز أتكلم عن نفسي لأن أنا الفترة دي مش عارف أتكلم عن نفسي، البلد كانت أهم. قالت لي عمرو نفسي أشوفك في التلفزيون. قال لك الواد ده كلب، إزاي يتكلم على وزير إسكان؟ وزير إسكان نضيف، الأرض صح والشركة صح والمزاد صح، وبعدين يقول لك إزاي يتكلم على البيه؟ ده البيه ده هو نوار شباب البلد، هو ده اللي هيحكم. يعني إيه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته 3 صفحات؟ احنا كنا مذلولين يا جماعه، احنا كنا في حاله ذل، لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانه قد اللي كنا فيها. البيت اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه. انا امي قالت لي يا عمرو انا نفسي اشوفك على التلفزيون، انا عايز اتكلم عن نفسي لان انا الفتره دي مش عارف اتكلم عن نفسي، البلد كانت اهم. قالت لي عمرو نفسي اشوفك في التلفزيون. قال لك الواد ده كلب، ازاي يتكلم على وزير اسكان؟ وزير اسكان نضيف، الارض صح والشركة صح والمزاد صح، وبعدين يقول لك ازاي يتكلم على البيه؟ ده البيه ده هو نوار شباب البلد، هو ده اللي هيحكم. يعني ايه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته 3 صفحات؟ احنا كنا مذلولين يا جماعة، احنا كنا في حالة ذل، لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه. هاتوا هو يا عمي، انت جايبني انا مالي؟ هاتوا هو، انا مالي يا علي، انا مالي يا علي، ده هو الراجل بيبدع، هو ده عمرو اديب. هي دي الايام السودة اللي عمرو اديب سماها سودة الله لا يرجعها. ما عرفتكش انا كده يا عمرو. لكن الردع اللي بيتكلم عنه عمرو والايام السودة اتحولت في 2023 لبلطجة بالمعنى الحرفي، لدرجة ان لواء شرطة
طلع يسرق أراضي أو أرض مواطن غلبان والنيابة طنشت البلاغ. مش أنا اللي بقول ده المواطن. المستشار النائب العام هنا فضيحة، كارثة ما حصلتش في تاريخ القضاء المصري. نيابة مطوبس بقيادة محمد صادق وأحمد أبو زهرة مع نيابة كفر الشيخ موقفين لي كل تحقيقاتي وبلاغاتي اللي بعتها لك، مش عاوزين يحققوا فيها عشان أدفع إتاوة 200,000 جنيه لعصابة يقودها لواء شرطة سرق أرضي هو ولاد عمه. مش هدفع إتاوات. أنتوا بتهيئونا لإيه؟ إيه الوضع الجديد اللي أنتوا بتهيئونا ليه وعاوزيننا نقبله؟ أنا بعت لك أكتر من بلاغ وبعت لك أكتر من فيديو، أرجوك أنا عاوز تحقيق في بلاغاتي. أرضي مسروقة وبتهدد بالقتل. عشان كده اتصدرت النهاردة هاشتاجات ثورتنا ولازم نكملها وهاشتاج ثورة يناير، اتصدروا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، وكتير قالوا إن الحقوق المسلوبة لأي شعب بتاخد سنين ومحتاجين نفس طويل، زي ما كتب حساب باسم عاشق بلادي اللي كتب وقال أنه استعادة الحقوق المسلوبة بتاخد سنين من السعي والمقاومة حتى أمام المحاكم، خاصة إذا كانت الأوراق مختلطة. فما بالكم بوطن منهوب وشعب مسلوب؟ الحقوق مقهورة الإرادة، لازم النفس الطويل وعدم الاستسلام لكلاب المحتل ووكلاء. ثورتنا لازم نكملها. علموا أولادكم أن ثورة يناير عملها شباب ضحوا عشان ينوروا الطريق لناس. ده اللي كتبوا حساب باسم محمود، قال اطلع بمحمود، قال علموا أولادكم ثورة يناير كانت ثورة شعب، كانت ثورة على الظلم والفساد والمحسوبية والتزوير، كانت أنظف حاجة حصلت في مصر. علموا أولادكم واحكوا لهم عن الثورة عشان ما يصدقوش كلام المنافقين اللي نفسهم يمحوا الثورة من التاريخ. احكوا لهم أن الثورة كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية، وأنها كانت بتطالب بحقوق المصريين، وعمرهم ما كانت بتهدم حاجة في مصر غير الظلم. شباب ولعت في نفسها عشان تنور طريق لناس عمية. احنا جيل اللي عمل أشرف ثورة، وبرضو الجيل اللي اتسرق منهم. ده اللي كتبه الطيار محمد سامي. محمد سامي كتب بيقول، هو حساب اسمه الطيار، 25 يناير احنا جيل اللي عملنا الثورة، واحنا برضو الجيل اللي الثورة اتسرقت منهم. ذكرى 25 يناير حقيقية سنظل نرددها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لعل بقى اللي قاعدين المصريين في الشارع دلوقتي أو في البيوت ومبسوطين قوي أو مش مبسوطين يدركوا أن المصريين اللي في المعتقل دلوقتي والمصريين اللي قتلوا في مسبيرو واللي قتلوا برصاص الشرطة والجيش واللي قتلوا في مذبحة حرس الجمهوري واللي قتلوا في ربعة والنهضة، والأهم من كده المصريين اللي قتلوا في عربية الترحيلات، لعلكم تعرفوا ان احنا تقريبا بندفع الفاتورة دي. اللي مش مصدق وفاكر ان البلد هتتقدم وهتبقى اقتصادها قوي والكلام الفارغ ده، خليك عايش في الوهم. بس مصر بتدفع فاتورة دم غالية قوي، غالية وغير مسبوقة في تاريخ مصر. بندفع الفاتورة جامد جدا، فاتورة ناس ضحوا عشان البلد تبقى كويسة. وإذا كنت بقى ما توجعتش من بيع تيران وصنافير ولا توجعت من الاستغناء عن النيل، ما وجعكش ده خالص يعني، ولا بتتوجع من بيع أصول مصر لشركات بقى من الخليج من أي حتة، خليك بقى تتوجع من الفراخ واللحمة والزيت. الفاتورة تقيلة جدا وهتستمر الدفع فيها كتير قوي. تحية لثورة يناير ولشهداء ثورة يناير